وهي هذيك من تما ملي سمعات الام ديالي راه كنعرف واحد السيد لاباس عليه، بدات تعيط لي كتقول لصحابها سير انا كنخاف عليها، عندك كون وقع عليها شي حاجه. حتى سمعتني بلي انا راني مزيانه، وداك السيد كان عطاني واحد الدار مسكون فيها، وهذه وكان عطاني الساروت ديال الدار ومسكون، كان كيعطيني فلوس خلص مدرسه والمصروف ديالي وكل شيء. الحمد لله ربي عوضني واخا هكاك. ولكن هي ملي سمعتني مزيان بدات تعيط لي، بديت كنمشي لعندها. من بعد بدات تعمل هاد المشاكل مع داك السيد اللي كنعرفو، بداو كيصيفطوا ليه شي بنات، بداو كيصيفطوا له شي بنات وكيخلوضوا العلاقه ديالنا، وحرشوا عليا. من بعد حرشوا عليا داك الشمكه اللي حدا في الدار ديالي، وانا من تما هربت جيت لطنجه. ملي جيت هنا لطنجه سيدي، ملي جيت هنا لطنجه ماما اللي وصلتني حتى للمحطه، يعني هي كل شيء بالرضا ديالها وصلتني، جمعت لي المانيطه ديالي، وكان عندي واحد 800 درهم في البنكه جبتها وشديت الدرهم. يعني جيت لطنجه بفلوسي، حتى ماما ما عطاتني حتى درهم، يعني خسرات عليا هي، جمعت لي المانيطه ديالي وحوايج ديالي. كريتي بيت وكذا. انا جيت لهما، ماما عطاتني عنوان ديال واحد لوطيل هنا في طنجه، وجيت ليه، جيت لهذاك لوطيل، هو في اوتيل في طريق اطلس، كان ب 60 درهم. قالت لي هذاك رخيص شي شويه. ملي جلست تما ما لقيتش الخدمه، دازت واحد الايام ما لقيتش الخدمه، بديت خصني نخلص لوطيل، وكان الاوتيل عامر بالبنات وديك الشيء هيدا. قلت انا نمشي نسهر، ما ربما نتلاقى مع شي حد يشوف لي خدمه، ما ربما نتلاقى مع شي صديق يعاونني. هكذا خرجت نفوج على راسي واحد النهار، ومشيت لانتر، مشيت لواحد الاوتيل سميتو ان، مشيت لاوتيل وخسرت الفلوس اللي باقين عندي. خسرت الفلوس اللي باقين عندي. وتا واحد ما تا ما انا ماشي ديال داك الشيء، ما عجبنيش، ما متفاهمت مع حتى شي واحد. وواحد خينا كان بغى يتفلى عليا، وعطيتو الفلوس اللي باقين عندي، وهادي خلصت ليه شي حاجه، وقال لك تيمشي تيري وهادي، وما خدا لي الفلوس اللي باقين عندي. وانا كنت خفت غادي نبقى ما يرجعليش فلوسي، وخديت له تليفونه ومشيت بعتو هي باش خلصت لوطيل ديالي. يعني تعذبت انا في طنجه، كل ما عرفتش ما لقيتش الخدمه. واخا وكيفاش باش دبرتي هذا البيت هذا اللي طالع عليه الفيلم كامل؟ نعم، البيت هذا اللي طالع عليه هذا الفيلم كيفاش تدبرته؟ كيفاش كريتو؟ كنت كريتو ب 800 درهم حيت كانت كورونا، قلت نكري شي شويه رخيص باش الفلوس نقتصد ونشري الانترنيت ونشري داكشي اللي غادي يعاونني باش نكون يوتيوبر ان شاء الله. كريت زعما بثمن رخيص باش نوفر، وخلصت شهرين ديال الكراب وغادي نبدا غادي نخدم على اليوتيوب ديالي. كنت كنجمع 2000 ابوني غير في شهر واحد، كنت غادي نكون الحلم ديالي نوصل 10000 ابوني. اه كان غير شهر واحد كنت عندي 2000 ابوني، يعني كنت الحلم ديالي يكون عندي 50000 ابوني، 10000 ابوني، بحال هكذا كنقولها كنفرحانه، كنقولها ان شاء الله ما كرهش يكون عندي هكذا. كنقولها لصحاباتي، كنقول لهم غادي ندير بزاف ديال الابوني، شي 10000 ابوني خصي يكون عندي في القناه ديالي. هما من سمعوا دوك الجيران اللي ساكنه معاهم هذا الشيء، قلت لهم انا نعاونكم حتى نتوما ديروا اليوتيوب ديالكم، وديروا حتى نتوما تبقاوش تخرجوا تكونوا حتى نتوما مشهورين. وهما ما كيبغيوش هذا الشيء ديال اليوتيوب، ما خصهم غير تقرقير والنميمه والنميمه وشي حاجه سهله ما ربما خدامين في شي حاجه نوار. اي خدام داك الشيء وكيعشقوا داك الشيء اللي نوار. اذا طبعا غتكون اذا طبعا صعيبه انهم يبانوا في هذا الشيء الفيديوهات وكذا، غتكون انت هي العدوه ديالهم. يعني التحليل بسيط. انا كنت غادي نجبدهم، انا كنت غادي نهضر شي حوايج بعادين عليهم، ولكن انتي عايشه معاهم تقريبا. إيه يعني غتشكل عليهم خاطر. قلت لهم انا غادي نسد عليا، راه نخلص شهرين غادي نسد عليا هذا الشهر هذا، يعني غادي نبقى نطيب وندخل نخدم على راسي في الشومبره ديالي. ايوا جيت لقيت دازت يومين، جيت لقيتهم حارقين لي بيتي و بلا كارت، كلشي تحرق، باسبور، كارت بانكير، داكشي كامل اللي كنت. ما كنتيش الحمد لله في البيت؟ ما كنتش، وما خلاوني غير خرجت، وانا كنت حاسه بشي حاجه عساسين عليا. كنت خليت الضو شاعل ديال البيت باش هما ما يعرفوش باللي انا خرجت، باش ما يقولوش راه خرجات وهادي وهادي، كانوا عساسين عليا. واخا من بين هاد الشيء كامل، انت شنو عملتي من الناحيه القانونيه؟ واش تبعتي حقك ولا؟
انا ما كنتش عارفه بلي هما حرقوا لي بيتي عاوتاني نفس المشكل، ما عقت بهم حتى دازت عام عاد تاكدت بلي هما حرقوا لي بيتي وعاد ديكلاريت بهم. هادي عامين وانا مديكلاريه بهم، هما كيهربوا والبوليس كيقول لي باقي الملف ما جاش من المحكمه، باقي الملف ما جاش من المحكمه. دابا انا غدا عندي واحد غدا ان شاء الله غادي نمشي عند رئيس الدائره ونحاول نشاور. هو اللي هو دار رئيس الدائره الحمد لله، هو اللي قال لي ما تسمحيش بحقك. يعني هما ثابت عليهم التهمه؟ ثابت، هو رئيس الدائره قال لي هما ثابت عليهم التهمه وقال لي حنا غادي نعاونوك حيت انت عندك الحق. قال لي حنا هذه قضيه اضرام النار، ماشي ما يمكنش حنا الا انتي سمحتي حنا ما غاديش نسمحوا. هما اللي رئيس الدائره هو اللي شجعني انني ندير هذا الشيء، ولكن ثلاث سنين وباقي ما خديتيش حقك. ثلاث سنين باقي ما خديتش حقي، والناس هربوا، هادو الناس اللي حرقوا لي بيتي هربوا، ولكن العصابه اللي حرشاتهم يحرقوا لي بيتي كتحرش عليا كل مره، كتحرش عليا جروب في شكل، كل مره كيحرشوا عليا وحده واحد، الجيران في الزنقه في اي فين ما مشيت عساسيني فين غادي نمشي. يعني حتى الا مشيت نخدم لقيت خدمه وفرحت وغادي نمشي نخدم، يديروا لي شي حاجه باش يعرقلوا لي ديك الخدمه كيف ما حرقوا لي بيتي كيف ما حرقوا لي بيتي غادي عاوتاني ما يخليونيش ندير حتى حاجه. واخا اليوم شنو الرساله اللي بغيتي توجهها ربما للحموشي، ربما الناس المسؤولين على القانون على القضاء على الامن، عندك رساله بغيتي توجهها شنو هي؟ عندي واحد الرساله، عندي واحد الشكايه من واحد السيد معذبني بزاف، وانا كان متأكدة ان المسؤولين ما الا سمعوا لي راه ما يبغيوش هذا الشيء اللي كيدير هذا السيد هذا. وما نقدرش نقول الاسم ديالو، خصني شي حد يكون كبر، خصني يكون عند الانسان عنده يعني واحد الانسان عنده واحد المكانه ديالو هنايا في الدوله. يعني خصني شي واحد يكون اعلى منه اللي غادي نقدر نعاود له، اللي غادي يقدر يحميني منه ويقدر اصلا المشكل، يعني المشكل هذا يعني بحال اللي كيتعدى على واحد الحاجه. المهم واقع شي حاجه، اعتداء كاين، اعتداء كاين، ولكن ما نقدرش نشكي حتى يكون شي حد اللي غادي يقدر على هذاك السيد. واخا قربنا من هذا، قربنا غير من هذا السيد هذا، من الاصول ديالو ربما من الديانه ديالو ولا شي حاجه. هذا السيد يهودي بصراحه، هذا السيد يهودي مغربي اه، وانا يا ما نكذبش عليكم انا مسلمه، وانا تزاديت انني كان تزاديت في عائله دايرين النقاب وسنيين وكيعلموني نصلي في الوقت وعلموني شحال من حاجه، يعني حتى الحمام علموني ان الحمام مشروك حرام، حمام خلط مع النساء حرام، يعني حنا مربيين والتلفاز حرام وداك الشيء اغاني حرام. يعني غير الام ديالي اللي كانت كتجي موراي كتديني من عند ديك العائله وكتبغي تخرج لي على الاخلاق ديالي، عاوتاني كتبقى تقول لي انا ندخلك لا دونس، انا ندير لك الرقص الشرقي، انا ندير لك، ولكن انا ما كنبغيش، انا كنبغي نرجع لديك العائله اللي تربيت معاها اللي رباوني على ديك الشيء الاخلاق. انت قبل باش ما نعطلوش، طبعا انت فتحتي قناه اللي بغيتي ان الناس يتواصلوا معك فيها او ربما يعاونوك فيها، لانه سبق لك عملتي لقاء صحفي ونزلت الرقم ديالك غير تحرشوا بك. شنو اسم القناه ديالك اليوم اللي بغيتي الناس يعاونوك فيها؟ اسم ديالها نودا، نودا ما نودا ما ماروك، يعني نودا ما هذا هو اسم لاشين ديالها اللي يمكن لكم تدخلوا تابونوا عندها تدعموها، ربما حتى اذا كانت كاينه شي مساعده تقدروا انكم تواصلوا معها في التعاليق ديال لاشين ديالها او في الصفحات ديالها. هند قبل ما نختم معك، شنو هي الرساله الاخيره اللي تبغي توجهها للمغاربه اليوم وشوفي في يوم؟ كنتمنى ان شاء الله يتحسن الوضع ديالي وتشوفوني ان شاء الله مزيانه وفرحانه ويكون هاد المشاكل هادو كاملين تفكوا، وان شاء الله يعني ما دوك الناس ما خلاونيش نكون يوتيوبر. ودازت 3 سنين هادي وانا يلاه صوبت لاكارت ناسيونال ديالي من 3 سنين، يلاه صوبت، يعني ضيعوا لي 3 سنين ديال الوقت ضيعوا لي. كنت دابا يكون عندي ما شحال ديال لي زابوني دابا، كنتمنى انا جيت عند شو جيت عند اشواقع باش يعاونوني على الاقل غير يدعموني في القناه ديالي، غير يدعموني الناس في القناه ديالي، وان شاء الله ان شاء الله تحسن الامور ديالي ونعرف دوك العصابه شكون هما
تاخذي المجرى القانوني ديالك. إيه ان شاء الله. هادشي اللي كاين للمتابعين الاوفياء. كما سمعنا في هذه القصة اللي ربما دخلنا في 20 دقيقة، قصة فيها بزاف ديال الفوائد، ما نسميهمش فوائد، فيها بزاف ديال التجارب. هذه القصة، هذه القصة ديال الأخت هند اللي عانت بزاف ربما، والمشكل من الصحبة، من العائلة، حتى العائلة اللي ربما هما الحبل الوحيد اللي كيخليك متعلق بالحياة. هذا الحبل هي ربما تقطع لها وهي بقى في سن المراهقة، هي بقى في 15 و16. قالتنا أيضا أنها تعدت الاعتداءات، ربما اعتداءات جنسية، وأيضا عندها مشاكل أخرى اللي طلبت أنه كتمنى أنها شي واحد من رجال الدولة أو من رجال القانون أو من رجال الأمن أو القضاء يتدخل في موضوع ديالها، لأنه كما قالت ما بغاتش تهضر عليه، موضوع كبير شوية والموضوع متعلق متعلق بيهودي، ربما يهودي مغربي. اذا اللي نقدروا نستفدوا انه ما تيقوش في اي واحد. اللي نستفدوا ايضا انه دائما الانسان يحاول انه يوقف على رجله، ما يخليش شي واحد اللي يوقفه على رجله، لانه فعلا اللي غيوقفك على رجلك ربما غيكون هو اللي غيفشلك، هو اللي غيسالي معك، وربما هو اللي غيدمر لك حياتك. اذا متابعين الاوفياء، شكرا جزيلا لمتابعتكم هذا البث المباشر وايضا هذا الروبورتاج. من هنا إلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.